النهارده بالمناسبه يا جماعه في مباراه الدحيل والهيونداي، المعز علي لعب الدحيل علشان كان اتكلم بكلام وسيء فيه للنادي الاهلي. حرص النهارده اثناء المباراه او بعد المباراه يتوجه لناحيه جمهور من الجماهير الاهلاويه اللي موجوده في الملعب وابدى اعتذاره عن اللي حصل منه. قال ان هو لا كان يمكن يقصد الكيان الكبير ولا الجمهور، لما اتكلم على حته احترامنا الفريق ده وما احترمناش الفريق ده زياده عن اللازم. تعرض الحقيقه للوم كتير من حتى من نجوم الكره القطريه، ناس كتيره لمته على ده وقالوا ان هو ما احسنش التعبير وهو رجع اعتذر على ده يا كابتن اسامه. يعني انا شايفها من البدايه يعني ازمه من غير لازمه. النهارده يعني لازم هو يعي ما يقول. في البدايه النهارده لما بتتكلم عن النادي الاهلي لسانك حصانك بجماهيره، ما ينفعش ان انا الكلمه محسوبه لما اتكلم على النادي الاهلي، خاصة النادي الاهلي كمان يعني هو على اي نادي. ايه معنى انك تطلع تقول ولذلك لا تتحدث وانت تحت تاثير الغضب والانفعال؟ طبعا. لان 90% هتقول كلام تندم عليه. لكن هو في النهايه هنرجع ونقول يعني صلح الخطا تاني. صلح الخطا اللي هو كان من وجهه نظره ان هو خطا غير مقصود، بيقصد بيه الفنيات، وحتى واذا كان بيه الفنيات فهو غير برضه مقبول. لكن في النهايه يعني شاف جماهير النادي الاهلي وشاف حجم النادي الاهلي وشاف الناس هنا انها ما كانتش راضيه عن كلامه، فهنقول ان هو ما كبرش. نجوم الكره القطريين ونجوم التحليل ما حدش بيوافق على الغلط يا كابتن اسامه. طب وهنرجع نقول يعني عدوها بقى وخلاص. يعني انت قبلت الاعتذار يا استاذ ابراهيم؟ انا شايف انه انت قبلته. خلاص انا شايف انه اي حد يبدي روح كويسه ده كويس يعني. طيب